ممثل أو حد مشهور كان في حلقة أو برنامج وقال رأيه في الموضوع ده. موضوع مهم جدا، مهم إن احنا نعرفه لكل راجل ولكل ست. الموضوع عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. بعد الوفاة أحيانا بنلاقي في ناس كاتبين الوصية بتاعتهم إن هم عايزين إن هم يتبرعوا ببعض الأعضاء بتاعتهم لناس محتاجة. اللي تقريبا عمل بوم في الموضوع ده ورأيه كان ناس كتير سمعته الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى. خلينا نشوف في الأول الفيديو لما أقر وقال إن هو ما عندوش مشكلة إنه لو حد كان محتاج لأعضاء من جسمه بعد الوفاة إن هو يحصل التبرع. معلومة اللي في ناس كتير قوي ما تعرفهاش، انا عن نفسي حقيقي ما كنتش اعرف الرقم بالتحديد. انتوا عارفين انه الانسان بعد ما يتوفى لو تم التبرع ببعض اعضاء جسمه هو ممكن ينقذ اكتر من 8 حالات. انتوا متخيلين الرقم 8 اشخاص او 8 حالات محتاجة. اللي رجع فتح الموضوع ده برضو الفنانة إلهام شاهين، برضو سئلت في مقابلة قبل كده وقالت أنا ما عنديش مشكلة أن أنا بجد أتبرع بالأعضاء عشان لو في ناس محتاجة. في برضو الكاتبة برضو فريدة الشباشي برضو قالت أنه هي برضو ما عندهاش مانع. حقيقي في ناس كتير قوي قالت أنه هي ما عندهاش مانع. يا جماعة هو الموضوع مهم إنسانيا قبل ما يكون، قبل ما تفكر هل هو حلال او حرام او هل الدين يعني اجاز ان احنا نقدر نعمل كده ولا لا. هو من نابع من طبيعه انسانيه ان احنا عايزين نساعد ناس محتاجين. في حد محتاج لحاجه وفي حد توفاه الله، فاحنا ليه مش نقدر ان احنا نساعد الانسان ده ان هو يكمل حياته ويعني خلاص الانسان التاني هو توفي. اللي فتح الموضوع من جديد ان في راجل سعودي، هطلب منه ممكن نشوف البوست، ممكن نشوف البوست دلوقتي لو سمحتوا. الراجل ده ابنه عمل حادثة وهو عنده 16 سنة والولد توفي. الراجل ده يعني وافق وانه البوست موجود دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الراجل تبرع بأعضاء ابنه المتوفي دماغيا لينقذ حياة 6 مواطنين وينهي معاناتهم مع أمراض القصور العضوي. يعني هنا الحالة دي الراجل أنقذ حياة 6 مواطنين. انتوا متخيلين 6 ده؟ يمكن عشان الولد لما عمل الحادثة ممكن يكون في أعضاء في جسمه تأثرت، ولكن أنتم متخيلين لو الراجل مثلا لو الطفل مات موتة ربنا أو من غير حادثة أو من غير أي حاجة كان أنقذ حياة 8 أشخاص. أنا لما أجي أفكر في الموضوع أنا عن نفسي لغاية دلوقتي أنا مش قادرة أن أنا أجزم في ده، يعني مش قادرة أن أنا أقرر هل أنا ممكن أعمل ده ولا ما أعملوش، عشان برضو في أسئلة زي اللي أنا عايزة أعرف إجابتها، أنتوا برضو عايزين تعرفوا إجابتها. إحنا حقيقي أنا دلوقتي أنا مش عارفة أقرر لو هل هينفع أن أنا أعمل ده أو لا. أنا معرفش لو يعني لو مثلا جوزي عيالي في المستقبل هم هيوافقوا على ده ولا لا. عشان كده احنا النهاردة عايزين احنا نفتح الموضوع ده عشان نعرف هل الدين قال تمام حلال مش حرام ان احنا نعمل ده، وعايزين نعرف قانونيا قبل ما الانسان او الشخص يتوفى لو كان في حالة مرضية، لو كان عنده اي ظروف صحية وهو عارف انه لا سمح الله يعني هيتوفى، ايه المفروض انه يعمل؟ ممكن تبقى وصية، ممكن يروح للمحامي تبعه، ممكن هو يوصي مجرد وصية كده. فالتفاصيل دي كلها محتاجين ان احنا نعرفها النهاردة بالمداخلات. ولكن حقيقي انا لما باجي بفكر في الموضوع انسانيا بقول انا عايزة. يعني انتم متخيلين مثلا حاجات بسيطة جدا، تخيلوا كده لو انتم في بيتكم اصلا عندكم حاجات وانتوا ماشيين من البيت ده، انتوا مسافرين، انتوا هتفيدوا الناس المحتاجة بالحاجات دي،
صح ولا لأ؟ احنا بنشوف حالات كتير قوي من الأطفال محتاجين زراعة قلب، محتاجين زراعة كلى، محتاجين حاجات كتير قوي. احنا مش مضطرين ان احنا، في ناس حقيقي ما عندهمش القدرة المادية ان هم يسافروا بره، في ناس مش قادرين ان هم يطلعوا يتعالجوا بره، في ناس مش قادرين ان هم يدفعوا فلوس للحاجات دي. ففي ناس كتير قوي زي كل اللي انا ذكرتهم، من بداية من الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي إبراهيم عيسى، النجمة رانيا يوسف، في أسماء كتير قوي. أنا اتفرجت على أكتر من انترفيو، هم قالوا آه أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أعمل كده، عشان ده في الأول والآخر حاجة إنسانية، بس لو جيتوا ليا أنا عن نفسي بحب. ولكن ممكن أنا دلوقتي أقول لك آه، بس يجي مثلا أنا جوزي بيقول لك لأ. ناس كتير ممكن تفكر بعيدا، برضو هي فيها شق شوية برضو ديني، بيشوفوا ان الجسم، جسم البني ادم، انا جسمي ده ربنا خلقني على خلقة تامة بالشكل ده. ففي ناس كتير قوي بتقول ان انا لما ربنا خلقني كده انا عايزة ارجع لربنا بالشكل ده، انا مش عايزة ارجع يعني لا سمح الله ناقصة حاجة. في ناس كتير قوي بتفكر كده.